أدانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو بأشد العبارات الضربات الصاروخية التي استهدفت عدة مواقع في وسط مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا، وأسفرت عن تدمير جزء كبير من كاتدرائية التجلي التاريخية. وقالت المديرة العامة لليونسكو إن هذا التدمير الكبير يمثل تصعيدا جديدا للعنف ضد التراث الثقافي الأوكراني، مناشدة روسيا اتخاذ خطوات ملموسة للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالحفاظ على التراث. كان سلاح الجو الأوكراني قد أعلن أن موسكو أطلقت 19 صاروخا من البر والجو والبحر على ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين.